معانا الأستاذة مين؟ أستاذة ليلى؟ السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة ليلى. لو سمحت، أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا دلوقتي حماتي وأهل جوزي كلهم بيعاملوني وحش، وقبل الجواز كلهم بوظولي الفرح بتاعي، وحماتي شتمتني يوم الفرح وما راحتش الفرح، تمام؟ وانا رحت لها حد عندها بستان الفرح انا وجوزي، وهي راحت شتمتني وخدنا بعضينا ومشينا، وبعد كده جت بعديها بشويه راحت برضو شتمتني عند البيت، وانا ما عملتلهاش اي حاجه خالص. هي مش من ساعه خالص والله العظيم، وهي متحبنيش من ساعه. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ بقالنا سنه ونص. وانا دلوقتي سنه ونص ها؟ وانا جبت دلوقتي بيبي منى، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. ودلوقتي عندي سؤال، هي كانت موافقه على الجواز ولا لا؟ لا ما كانتش موافقه. ليه ما كانتش موافقه على الجواز؟ لان هي كان المفروض ان هي شايفه له عروسه ثانيه. طيب بس هو كان عايزني انا. طيب شايفه له عروسه ثانيه على قد ايديها يعني، وانت مش على قد ايديها؟ لا خالص، ده انا الذهب. طب انت زعلتي ليه؟ لما الحكايه مش مؤثره كده زعلتي ليه؟ ما تزعليش. عشان انا اتسهلت في كل حاجه، او اتسهلت في حقي كله، وبرده ما حدش قدر. طيب اي حاجه. واحده يا ليلى، واحده واحده بس يا بنتي، ربنا يحفظك. بصي يا بنتي، انت اكيد في حاجه بينك وبينها زي ما بيقولوا كده سد المواسير، الخير اللي منك ما بيروحلهاش. لازم نشوف انسداد المواسير فين. انا مش مع ان حد يجي يتصل بيا واجي ادله على انه يزود اللي هو اللي بينه وبين الشخص اللي بيشتكي منه. ليه؟ الشرع ما امرناش كده. الشرع جه وامر الرجل الا يغضب. الشرع جه وامرنا ان ندفع بالتي هي احسن. الشرع جه ان الحسنات يذهبن السيئات، ده اللي امرنا به الشرع. فيا بنتي اوعي تفتكري ان انا بزود عليكي، ده انا بعلمك النضج. انت مش لسه متجوزه ويبدو ان سنك صغير؟ النضج يا بنتي. خليكي ناضجه. هي لما تتعامل بده تغاضي عن ده وما تركزيش فيه. وانا عايز اسالك سؤال، كونها ما حضرتش جوازك، معلش الاسئله بتبقى بسيطه كده وما بتبقاش موجعه يعني. هي لما ما حضرتش جوازك، جوازك تم ولا ما تمش؟ تم. طب ما انت تمتن ان الراجل اتجوزك واصر على زواجك. انت هتمتني لجوزك ان هو اصر على انه يتمسك بزواجك؟ بس هسالك سؤال، هو كونه تمسك بيه كده، هو مين اللي علمه ان هو لما يشوف حاجه صح يتمسك بيها؟ انا سامعك بتقولي امه، صح؟ يا سيدي امتن لها ولا عامليها كويس، ابتدي بده. ابتدي ان انت ربيتي ابنك كويس. وانت عارفه ليه؟ لان هي مشكلتها ان هي شايفه ان ابنك انت هتاخدي منها ابنها. فايه اللي حاصل؟ فطمنيها ان انت مش هتاخدي منها ابنها. والله انا بحاول اساعدك يا ليلى، عشان بس ما حدش يجي يقول انت جاي. انا مش جاي عليكي خالص. انا بنتي لو هتيجي تكلمني انا هحاول اخليها ناضجه، اخليها اكثر حكمه. لكن ان انا اجي معاكي واقول لك هي لو بتعمل كده يبقى ظلم، يبقى ظلمتك. طب واللي بيظلمنا نعمل معاه ايه؟ نخلقه بخلق حسن. ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اتعامل ازاي مع عبد الله بن ابي بن سلول. اوعي تقول ان انا بقول عليها زيها ابدا. لكن انت خليكي حكيمه، ودي فرصتك ان انت تكبري في عينين كل اللي حواليك، وجوزك يحس بانك انت ضر عنده. عارفه ازاي؟ اقرب طريق لقلب جوزك، اوعي تقولي معدته ده اقرب طريق للقبر، لكن اقرب طريق لقلب جوزك اهله. لو عملت كده والله هتسعدي وتتهني. فيجوا بقى البنات يقولوا لي ايه؟ طب ما انت كده بتضغط علينا. لا، على فكره احنا في الامتحانات بنضغط عشان ننجح، وفي الحياة لو انتم معتبرين ده ضغط بننضغط عشان ننضج. النضج بيخلينا نتحط شويتين ثلاثة على لهيب عدم حب بعض الأشياء. في حاجات ما بنحبهاش، مش معنى كده ان احنا مش هنعملها. مش كل اللي ما بنحبوش ما نعملوش خالص، احنا في حاجات ما بنحبهاش بنعملها، وبعد ما نعملها نعرف ان احنا كان نظرتنا ضيقة ان احنا ما حبيناهاش. يلا توكلوا على الله، يلا يا بنتي وربنا معاكي، وادعي لك ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويفتح لك انوار المدد، وتكون تحس بهمه عندك وعندك عقل ان انت تتجاوزي الكلام ده، وتروحي تقولي لها على فكره
انا الكلام ده كله حاسه ان هو مش هيفسد علاقتنا مع بعض، وحتى لو قالت اي حاجه قولي لجوزك انا بحب والدتك وساعدني على ان هي يتغير اللي بيني وبينها. يا سلام، هي عايزه تكمل؟ اتفضلي يا استاذه ليلى. بص حضرتك، انا بس عايزه اقول لحضرتك ان انا دلوقتي بروح لها كل مده عشان اوريها حفيدها، فهي كل ما بروح لها بتغلط فيا وبتشتمني، وانا ما بعرفش ارد عليها ولا هو بيرد عليها. هي بتشتمك بتقول لك ايه؟ يعني بتغلط في البنت وتقعد تقول لها يا بنت كذا يا بنت كذا يا بنت كذا، وانا ما بردش عليها. هي مش ممكن تكون بتلعبها ودي طريقه لعبها السخيفه؟ بس مش ممكن دي تكون طريقه لعبها السخيفه؟ لا هي قصدها تضايقني. طب معلش بنتي، والله انا بساعدك، انا عايزك يكون تاثير الكلمات عندك مش كده، مش كل حد يضغط لك على حرف او يكلمك بطريقه مش مناسبه انت تحسي ان انت مضغوطه. اوعي تعملي كده، دي الطريقه اللي احنا بنعلمها للناس وبندرب الناس عليها ان هم يتخلصوا من الضغط. مفيش، انت لو ناوي اي حد يكلمك كلمه، اي حد يعاملك بطريقه مش مناسبه يضغطك، فانت مش هتعرف تعيش. اي حد بيتعامل معاك بطريقه غير مناسبه تستطيع ان انت تخلي الحدث اللي هو عمل فيه ده انتهى بانتهاء اللي هو عمله. ولقد امر على السفيه يسبني فامر ثم اقول لا يعنيني. الكبار كده، في ناس بتصغر نفسها لغايه ما يجي فيها السب والشتيمه، وفي حاجات في ناس كبار الشتيمه بتعدي من تحت رجليهم. خديجه كبيره. نعم، مين معانا؟ ايه؟ طيب ست ليلى ارجوكي توكلي على الله واعملي كده، وده مش ليك انت بس، ده لكل بناتنا حديث الزواج ولكل احبابنا من الازواج حديث الزواج، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلي ده باب واسع من ابواب المحبه وابواب السعاده في جوازكم ان شاء الله.